حنقف على كل هذه المحطات بتفصيل، لكن أسأل عن البومات الشفاء. يمكن بعض الجيل الجديد اللي يتابعنا الآن من الشباب لا يعرف ما هي إصدارات الشفاء التي تعتبر من المرتكزات في النشيد الآن. قصة السلسلة، سلسلة الشفاء، وقصة اللقب منشد الشفاء. أولا يعني حتى أكون منصفا، يعني أنا وفقت بمجموعة من الزملاء، يعني مجموعة محترفة جدا في النشيد وعددهم كبير، وأخشى أني أذكرهم الآن فأذكر البعض وأنسى بعضا، وكلهم كانوا نجوم في ذلك الوقت. أنشيد الشفا هي مركز معهد الشفا الصيفي، مركز معهد الشفا العلمي الصيفي. جميل. كنا يعني في تلك الفترة امتداد لأيضا مراكز صيفية أخرى لجامعة الإمام، تابع لجامعة الإمام. كان هنالك شريط للجامعة اسمه الرابع ثم الخامس، فلما انتقل مقر هذا المكان إلى الشفا بدأوا من جديد، فوفقت. أنا كنت في تلك الفترة قد أكون في الصف الثالث المتوسط تقريبا، فبدأنا الشفا الأول ما شاء الله. وكنت أنا طبعا يمكن جديد على الساحة الإنشادية، لكن كان معنا عمالقة في النشيد، يعني مثل ما قلت لك أخشى أني أذكرهم الآن. يعني لو أخذنا بعض الأسماء طبعا: الدكتور خالد الحميضي، عبد الرحمن العريني، عبد القادر الفنتوخ، محمد الثنيان طبعا الرمز الكبير في التلحين والإنشاد، وهو اللي تقريبا لحن أكثر أنشيد الشفا. كنتم في عمر واحد أستاذ خالد؟ يعني متقاربين، الفارق 3-4 سنوات بهال. طيب جميل، يعني يمكن ما شاء الله تواجدك جيد الآن، لكن بقية الأسماء هذه اختفت عن والله. وأنا أوجه لهم من هذا المكان دعوة أن يعودوا ولو بإطلالة تثري الساحة الآن. الساحة أنا في رأيي أنها بحاجة لبعض هؤلاء الآن، بحاجة ماسة، إما صوتا أو على الأقل رأيا. يعني الساحة بحاجة الآن إلى تأصيل فن النشيد كفن. الآن هوية النشيد أنا في رأيي أنها أصبحت ضائعة جدا، وتفرق دم النشيد بين أي. نعم، يعني هذا رأيي الشخصي الآن، لعلنا نفصل فيه بعد شوي. نفصل فيه لأنه في ناس سنفصل من, من, من المهتمين الآن في ارتقاء النشيد، فبين ارتقائهم وانحدارك من وجهة نظرك للنشيد. لا أنا لم أقول انحدار، قلت أن الهوية ضائعة. فممكن نبدأ في الموضوع بس أترك الشفا شوية. طيب ناخذ الشفا احنا. أي نعم، بدأنا بأشرطة الشفا واحد كان عام 1402، توالت الأشرطة إلى الشفا السادس 1407، وتوقف الانتاج نشيد الشفا بسبب أيضا تفرق الزملاء جميعا، اللي يعني سافر خارج المملكة دراسة، واللي انتقل من الحي كاملا، فيعني تفرق. بس يعني كانت أيامها الظهر هذه أول ألبومات فعلية للنشيد، ما كان في قبلها شيء. في طبعا حنا كنا في تلك الفترة معنا منشدون يعني أو مراكز أخرى متميزة جدا جدا، اللي هم أنشيد الحسا، أنشيد الحسا بقيادة الدكتور خالد الحليبي وخالد الدراج، كانوا معنا في تلك الفترة، وأناشيدهم من الأناشيد الجميلة جدا جدا، وبعضها يتفوق على الشفا بمراحل. يعني تداخلت بعد الشفا الرابع، كان هنالك ألبومات صدرت مثل ألبوم قرطبة اللي تميز فيه الشيخ خالد البكر، يعني علما بأنه كان أحد منشدي الشفا هو أيضا يعني. ثم بعد ذلك النشيد الشهير اللي هو نشيد اللي شارك فيه زميلنا وحبيبنا أبو عبد الرحمن محمد مساعد، من أين أبدأ يا عيون الشعر. يعني أيضا خرجت ألبومات في تلك الفترة، لكن يعني كانت متزامنة مع بعضها مع الشفاب. الشفاب بدأ قبلها فقط، يعني بدأ قبلها بسنتين تقريبا، لكن بدأت تخرج. ثم خرج الدمام بعد الشفاء اللي هو الشيخ سعد الغامدي وزملاء. ثم أيضا خرجت أجمل فرقة في رأيي واللي لم تعطى حقها حتى الآن، اللي هي نداء وحداء في تلك الفترة، يعني بعدنا بقليل. يعني مع أنها تصدرت الساحة في تصدرت وتستحق، يعني لأنها فرقة تحترم. يعني هذا هو الفن النشيد الحقيقي، تجده أيضا عند فرقة نداء وحداء، كانت مميزة جدا. جميل. فأقصد يعني أنه كانت الفترة، يعني في تلك الفترة صحيح الألبومات قليلة تعتبر على مستوى المملكة، لكنها كانت غنية. وصحيح الشفا بدأ قبلهم تقريبا، لكن سبقنا مثل ما ذكرت لك شريط اسمه جامعة الإمام 4 وجامعة الإمام 5، أيضا هي ألبوم متكامل. وأنا شخصيا ممن تأثر بالشخصية الرئيسية في النشيد في تلك الفترة اللي هي محمد الشعلان.
الناس نسوه الآن، لكن هو طبعا صوت شجي جدا في القراءة وفي النشيد، وكان هو في رأيي الشخصي هو الذي أحدث نقلة في أنشيد المملكة في السعودية يعني. جميل. مثل ما أبو مازن يعني يشكل حجر الزاوية تقريبا في أنشيد محمد الشعلان. محمد الشعلان وإن كان منسي الآن للأسف، لكن محمد هو اللي أنشد ربوة ومعتصمة وانطلقت، أنشيد الشهيرة حطين ويا أم حق الجهاد، أنشيد كانت مؤثرة في ذلك الوقت، وهو صاحبها الأساسي.